الحقيقة كل إنسان مننا له جانب مشرق وجانب مظلم في حياته. بلاش نفتكر إن مكانة العذراء جاءت من فراغ. مكانة العذراء ديت كان تمنها ألم، وزي ما تنبأ سمعان ليها لما قال لها: وأنت أيضا سيجوز في نفسك سيف. ويمكن أصل كلمة سيف في اللغة اليونانية اللي ذكرت في هذا المكان ليس السيف القصير، ولكنه السيف الحاد الطويل. سيف العذراء كان حاد جدا وطويل بطول حياتها. العذراء جازت الألم واحتملت الألم في كل مراحل حياتها منذ ولادتها، حينما جاءوا بها إلى الهيكل، وحينما كانت تخدم كل من حولها، وحينما تيتمت من أبوها وأمها، وحينما أعطوها لرجل وهي كانت تتمنى أن تعيش حياة البتولية ولا تعلم مستقبلها مع هذا الرجل، وحينما أتاها الملاك ليبشرها بأنها ستلد ابنا كيف وهي عذراء وأرادت أن تعيش لله وحده، كانت تعتصر ألما في كل هذه المراحل. وحينما جاء وقت الولادة ويأتي الاكتتاب ويأتي الوجع أثناء ذلك ودخولها في بيت لحم، ولم تجد مكانا لكي تلد فيه، وهي اللي البشرى قالت لها إنها تلد مخلص العالم، أليس هذا ألما؟ كيف ألد مخلص العالم في مزود للبقر؟ وكمان يأتي الخبر إن كل الأطفال هيتقتلوا، وتعيش حياة القلق، وتبدأ رحلة الهروب من مكان لمكان وسط صعاب ذلك الوقت من الزمان، في الطرقات وفي التعرض للصوص وقاطع الطريق. أكبر ألم في حياة العذراء حينما رأت ابنها يتعرض لكل هذا الظلم من الناس اللي قدم لهم كل خير وكل سلام وكل حب، اللي فعل ليهم المعجزات على أيديها وقصاد عينيها. تجد هذا الابن معلق على خشبة بيدق في إيديه المسامير، بيضعه على رأسه إكليل الشوك. متهيألي كلنا لينا أولاد لما بس بيقولوا كلمة آه قلبنا بيتوجع معاهم، ما بالكم بهذه الأم اللي وجدت كل هذا العذاب يحتمل ابنها. عشان كده لو احنا مكانها صدقوني أبسط أنواع الألم، أبسط أنواع الألم بيطلبها مننا ربنا النهاردة. عارفين ربنا بيطلب مننا أنه ألم؟ ألم الوقوف في الصلاة، ألم رجليك وانت واقف، ألم الصحيان من النوم باكر تحضر القداس، ألم الصوم والجوع. شوفوا العذراء كان ألمها عامل إزاي، وبصوا إحنا الألم اللي مطلوب مننا إيه.